بسم الله. عندنا تمرين يستهدف الترايسبس، وطبعا هنلعب سوبر ست ترايسبس اكستنشن و1 ليج باند بريس داون. طيب التمرين الاول بيبقى عندي الصندوق، تمام، وهثبت عليه. شايفين وضع الضغط؟ شايفين وضع الضغط؟ بس هبدا اتني كوعي واقرب دماغي من الصندوق واثبت. اثبت 10 ثواني. بعد كده انا مجهز استيكين شابكهم في اي حاجه مرتفعه. همسك الاستيكين اللي هم نفس اللون طبعا، يعني نفس المقاومه، وهقف على رجل، طبعا هقف وسطيهم ما بينهم، وهقف على رجل واحده، شد جسمي، شد الاستيك، وهعمل الترايسبس بريس داون 12 تكرار. احنا عندنا طبعا 3 جولات، ففي كل مره المره اللي بعديها ابدل على الرجل الثانيه، ارفع الرجل الثانيه، مفيش اي مشكله خالص. التمرين بقى بتاع الترايسبس ده، اذا افترضنا مثلا حد قال لي لا التمرين ده صعب، اقول لك مفيش اي مشكله خالص، ممكن نلعب ضغط قبضه ضيقه، اجيب 12 تكرار. بعد كده هلعب تمرين السنجل ليج باند بريس داون. طيب لو عايز حاجه بدل الضغط القبضه الضيقه، ممكن امسك دامبلز، تمام، ممكن امسك دمبلزين اهم وارفع كده ايديا، وهجيب ال 12 تكرار مع التمرين التاني ده، عشان لازم دول سوبر ست، يعني 12 و12، يبقى دول جوله واحده، وهي 3 جولات، وهي لحد 60 ثانيه راحه بين الجولات.